معنا من باريس الباحث في العلاقات الدولية ميشيل أبي نجم. مساء الخير سيد ميشيل أبي نجم. أهلا، دخول بخير. فاغنر عسكريا في النيجر بطلب طبعا من الانقلاب، كيف سيغير شكل ومستوى أي تدخل فرنسي للحفاظ على مصالح باريس؟ نعم، بداية علينا أن نقول أن فرنسا لا تريد أن تتدخل بشكل مباشر في هذه الأزمة في حال حصلت محاولة للرجوع إلى الانتظام الدستوري من خلال إخراج الانقلابيين من السلطة. ولهذا سبب رئيسي. لماذا؟ لأن الفرنسيين يتخوفون من أن عملا مباشرا، أي عملا عسكريا فرنسيا مباشرا في هذه الأزمة، سيكون من نتائجه الأولى تأجيج الشعور المعادي لفرنسا. وكان هذا الشعور قد برز بشكل واضح يوم الأحد الماضي خلال المظاهرات التي حصلت في العاصمة نيامي، واستهداف السفارة الفرنسية وإحراق الأعلام الفرنسية ورفع الأعلام الروسية ومسارعة فرنسا لترحيل وإجلاء رعاياها وغير ذلك. إذن فرنسا تدعم بالطبع، هي تدعم بالطبع قرار مجموعة إيكواس، ولكن لا أعتقد أن هناك جنودا فرنسيين سيشاركون في العمليات العسكرية. ولكن إذا حصل سيد ميشيل أبي نجم، هل يكفي تدخل مجموعة إيكواس وهي منقسمة فيما يتعلق بالتدخل عسكريا في النيجر؟ نعم، في الواقع يعني لو عدنا إلى القرار الذي اتخذته إيكواس في قبل أسبوع، قالت إنها تريد حلا دبلوماسيا سلميا وديا، ولكن في حال كان هذا الحل مستعصيا فإنها لا تستبعد الخيار العسكري وانعقاد اجتماعات لرؤساء قادة الأركان لأحد عشر بلدا في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في مدينة أبوجا عاصمة نيجيريا. هذا يبين أن هناك عزما، للاستعانة بهذه الوسيلة، أعني الوسيلة العسكرية لإعادة الانتظام الدستوري. ولكن أريد أن أقول وأضيف بسرعة أن هناك اليوم وفي هذه اللحظة بالذات أن هناك ثلاث سيناريوهات ممكنة. نعم. في السيناريو الأول، وكان قد عبر عنه رئيس الوزراء النيجر الموجود حاليا في باريس، هو أن يتمكن، هو التمكن من توصل إلى مخرج دبلوماسي في الساعات القادمة. هذا هو السيناريو الأفضل. ولكن السيناريو الثاني هو أن تعطى المجموعة الانقلابية مزيدا من الوقت لإيجاد مساحة زمنية أطول للمساعي الدبلوماسية والوسطات. أما السيناريو الثالث فهو التدخل العسكري. ولكن بالنسبة للتدخل العسكري هناك عقبات. أولا، لا يمكن أن نفكر لحظة واحدة أنه عصر هذا اليوم أو مساء هذا اليوم ستبدأ العملية العسكرية، لأن الانقلابيين ما زالوا انقلابيين، وأن محمد بازوم الرئيس النيجيري ما زال محتجزا في أحد أجنحة القسوة. لأن القيام بعملية عسكرية من هذا النوع يفترض مزيدا من التحضير الميداني، تجميع الجيوش، طيب، إقامة خطط وإلى ذلك. نعم. ثم عندنا بعد شوية وقت، طبعا في وقت. أنا كنت حابة أسألك عن فاغنر، بس أكمل الفكرة لو سمحت لي. نعم، إذن الحل العسكري اليوم مستبعد تماما. إذن برأيي أنا أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا هو إعطاء الانقلابيين مزيدا من الوقت. ولكن ما يؤسفني شخصيا ويؤسف الجميع حقيقة أنه ليست هناك وساطات جدية. يعني سعى الرئيس التشاد للقيام بوساطة ولكنه لم ينجح. أرسلت وفدا برئاسة رئيس نيجيري سابق إلى نيامي، لكنه لم يستطع الالتقاء ببازوم ولم يستطع الالتقاء بقادة الانقلابيين. وبالتالي أتساءل ما هو الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة مثلا. نعم. لماذا أمين الأمم المتحدة لا يتدخل ولا يأتي شخصيا لأفريقيا المساعدة في إيجاد حل؟ هذا سؤال مهم يطرح. قبله دعنا نتحدث عن هذا التواجد المحتمل لفاغنر في النيجر. هل ترى بأنه سيكون نوع من المحاكاة لما يجري في مالي؟ فاغنر موجودة في مالي منذ سنتين، لم يتغير المشهد كثيرا بوجود ميليشيات أو مجموعات فاغنر هناك. هل ترى بأنه الموضوع سيتكرر بنفس الصيغة في النيجر؟ نعم،
نعم، بداية علينا أن نقول أن فاغنر لم تصل سريعا بعد الانقلاب إلى مالي، هذا أخذ العديد من الأشهر. هذه نقطة أولى. ونقطة ثانية، يعني فاغنر لها في مالي لها حوالي 1500 عسكري، وهم منتشرون في مواقع لمجابهة الجهاديين والإرهابيين والمحافظة على النظام والمجلس العسكري، وبالتالي فإن قدراتها العسكرية لإرسالها إلى النيجر هي قدرات محدودة جدا. هناك معلومات تقول إنها وصلت إلى الحدود، ولكن هذه المعلومات غير مؤكدة، هي معلومات يعني جاءت من طرف واحد ولم تؤكدها مصادر إفريقية. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، لدينا معلومات تقول إن إسكوا المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا تهيئ لتكوين قوة مشكلة من 50,000 رجل، 50,000 رجل من دول عصبها الأول هو نيجيريا. نيجيريا بحجمها البشري، بحجمها الاقتصادي والعسكري، وبالحدود المشتركة الطويلة بينه وبين النيجر حوالي 1500 كيلومتر، ثم هناك السنغال، ثم هناك ساحل العاج، ثم هناك بناء. بالطبع تشاد كما علمنا لن تشارك، الجزائر هي ضد إلى آخره، ولكن هذه الدول إذا أرسلت هذا العدد الكبير من الجنود من الجيوش إلى النيجر، أعتقد أن وزن فاغنر في هذه الحال لن يكون حاسما ميدانيا. ولكن الأمور ليست بهذه السهولة. كلام آخر. نعم نعم، بكلام آخر. شكرا. 20 ثانية. تفضل أستاذ ميشيل. نعم، بكلام آخر، هناك صعوبات لهذه القوى العسكرية في مثلا في نيجيريا. هناك حاجة لقرار من البرلمان النيجيري للموافقة في بناء، هناك بعض التردد، هناك مشاكل أمنية في السنغال وفي ساحل العاج وإلى آخره. وفي أي حال، إذا قامت جبهة انقلابية من النيجر ومن بوركينا فاسو ومن مالي مقابل جبهة بين مزدوجين ديمقراطية من دول الإسكوا، وبتدخل فاغنر وبتدخل الفرنسيين وربما أيضا الأمريكيين وغير ذلك، نعم، أعتقد أن الخاسر الأكبر ستكون بلدان الساحل، وبالدرجة الأولى ستكون شكراً. النيجر ومواطنيها. شكرا لك ميشيل بنجم، الباحث في العلاقات الدولية من باريس.